الرئيس السيسي يهنئ لولا دا سيلفا بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للبرازيل ويدعوه للمشاركة بقمة المناخ المرتقبة في شرم الشيخ. الرئيس السيسي يفتتح مركز تحكم الشبكة الوطنية الموحدة لخدمة الطوارئ والسلامة ويعلن إنشاء مراكز فرعية بجميع المحافظات. قبيل ساعات من انطلاق قمة العربية، وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعاً تشاورياً حول إعلان الجزائر. السادسة مساءً في القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلاً بكم. قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى الرئيس لولا دا سيلفا بمناسبة انتخابه رئيسا للبرازيل، متمنيا له التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب البرازيلي الصديق. كما أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه للعمل المشترك مع رئيس دا سيلفا لتعميق علاقات الصداقة التي تجمع مصر والبرازيل في مختلف المجالات. ودعا الرئيس السيسي نظيره البرازيلي للمشاركة في القمة العالمية للمناخ كوب 27 بشرم الشيخ، معربا عن ثقته في أن البرازيل قادرون على القيام بدور إيجابي بناء خلال هذه القمة المرتقبة لتعزيز عمل المناخ على الصعيد الدولي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة. وفي كلمته على هامش افتتاح مركز التحكم الرئيسي للشبكة والقمر الصناعي طيبة 1، قال السيد الرئيس إن تأمين البيانات عملية معقدة، مشيرا إلى أن حجم هذا التأمين تصل نسبته بعد إنشاء هذه الشبكة إلى 100%. لما بنتكلم على تأمين بيانات وتأمين اتصال، احنا بنتكلم هنا على حاجات فنية مش عارف اقول، يعني الدكتور مصطفى بيقول لي معقدة، انا عايز اقول له هي مش بس معقدة، بس لا، هي حجم التأمين اللي فيها قد يصل لنسب عالية جدا جدا، مش عايز اقول 100% عشان ما بقاش بكلم ولا يا بكر. تمام يا فندم. يعني الكلام اللي معمول فيه كلام مش هيتقال خالص. تمام. في الموضوع دوت، لكن هو الهدف منه ان احنا الاتصالات والبيانات المتداولة على هذه المنظومة تبقى يعني يصعب إن ما كانش يستحيل التدخل فيها أو إعاقتها. وقال الرئيس السيسي إنه سيتم إنشاء مراكز فرعية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة في كل محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة كانت بمثابة حلم تحقق للمساهمة في تأمين البيانات والاتصالات. أشكركم كلكم جميعا، كل اللي ساهم في هذا المشروع، دكتور مصطفى وكل الوزارات المعنية بهذا الأمر، وده كان حلمنا بيه من سنين طويلة فاتت يعني، والحمد لله ربنا وفقنا ويعني خلصناه تقريبا. وأنا بس عايز أقول لكم على حاجة، في كل المشروعات اللي زي كده يمكن كتير من اللي بيسمعونا بيشوفونا يمكن ما يكونوش متصورين إيه اللي ممكن تقدمه المنظومة ديت للدولة المصرية وللأداء والجودة الحياة وحوكمة البيانات وسلامة الإجراءات وكلام من هذا القبيل. ويمكن دايما كان محتاج مننا ان احنا في الاعلام نشرح اكتر ونفهم ناس اكتر. We'll be right back.
هذا وقد تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز معلومات الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة. وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ يعد إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ. مهندس محمد صلاح محمود، مركز التحكم والتشغيل للشبكه الوطنيه. هعرض على سيادتك فندم امكانيات المركز ليوفر خدمه لكافه جهات الدوله ومنها جهات الطوارئ. تم تامين المركز بمصادر متنوعه من التغذيه الكهربائيه، صاله المعدات بتحتوي على السنترال الرئيسي للشبكه والخوادم الخاصه بالخدمات التطبيقات اللي بتقدم من خلال الشبكه، ودي عددها 80 خادم. صاله التراسل بتحتوي على عدد 6 محطات الياف ضوئيه للربط. مركز هنا فندم بيقوم بتحكم وتشغيل عدد 2200 محطه لاسلكيه بتوفر تغطيه داخل الجمهوريه لكافه جهات الدوله، بالاضافه للتحكم في عدد 1200 اتجاه مايكرويف لربط المحطات اللاسلكيه بالسنترال. وربط هنا فندم بيعتمد بشكل اساسي على البنيه التحتيه لشبكه الالياف الضوئيه بالاضافه لاتجاهات المايكرويف. تحكم في السنترال الرئيسي للشبكه والخوادم الخاصه بالخدمات التطبيقات اللي بتقدم من خلال الشبكه. تحكم في معدات الربط الداخلي والخارجي اللي بتقوم بربط المركز بجهات الدوله المختلفه. مركز هنا فندم بيتابع الحاله الفنيه للشبكه على مدار 24 ساعه لمده 7 ايام من خلال اطقم عمل من خلال 3 محاور. المحور الاولاني قياس معدلات اداء الشبكه، منطقه حصل فيها تكدس من المشتركين، المركز بيقوم بالمناوره بين الساعات المختلفه المحطات اللاسلكيه لضمان توفير افضل خدمه للمشتركين. مثال على كده التكدس اللي حصل في الساحل الشمالي اثناء الاعياد، تم التعامل مع الموقف بالمناوره بين الساعات المختلفه المحطات وتم بنجاح. المحور الثاني من خلال تلقي بلاغ من مشترك بيفيد ان وجود عنده عطل وبيتم التعامل مع العطل. المحور الثالث من خلال عناصر التشغيل داخل المركز ومتابعتها للاعطال. العناصر قدام سيادتك فندم هي عناصر مؤهله ومدربه وعندها خبرات تراكميه في التعامل مع الاعطال، وده مثال على عطل حصل بيتم تحليل نوع العطل وطريقه اصلاحه وبيتم الاصلاح. في بعض الاعطال بتحتاج الى مأمورات الدعم الفني، تم تقسيم الشبكه بالكامل الى 9 مناطق دعم فني لصوره اصلاح الاعطال ميدانيه. من هنا فندم المركز بيبقى عنده قاعده بيانات كامله بتوقيتات حدوث الاعطال، توقيتات اصلاحها، طرق اصلاح الاعطال. قاعده البيانات دي بتفيد المركز في تلافي حدوث الاعطال مستقبلا والتغلب على نقاط الضعف. الشات قدام سيادتك فندم شات حيه بتوضح طريقه تعامل عناصر التشغيل داخل المركز مع كافه معدات اللي تخص الشبكه ومتابعتها للحاله الفنيه للشبكه. من هنا فندم المركز هو قلب وعقل الشبكه اللي من خلاله بيتم التحكم في جميع معدات الشبكه الداخليه والخارجيه والمحطات اللاسلكيه والخوادم الخاصه بالخدمات التطبيقات اللي بتقدم من خلال الشبكه. وهي عمر فندم. هذا وقد شهد الرئيس السيسي إطلاق خدمات القمر الاصطناعي المصري للاتصالات طيبة واحدة. وأكد الرئيس السيسي أنه للمرة الأولى يكون لمصر قمر اصطناعي خاص بها للاتصالات. We'll be right back.
تبذل الدولة جهودا كبيرة للانطلاق نحو التحول الرقمي من خلال ميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة لتقديم خدمات أفضل وتسهيل وتنظيم العديد من جوانب الحياة اليومية للمواطنين. مرحلة جديدة من التحول الرقمي بإنشاء مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تلك المنظومة التي تعمل على تقديم خدمات حل الأزمات والطوارئ والإغاثة والتعامل مع بلاغات المواطنين في أسرع وقت من خلال نظام اتصالات يعمل على التنسيق والتواصل بين جهات الدولة المختلفة في المحافظات لمجابهة هذه الأزمات للحفاظ على أرواح المواطنين وحماية المرافق الحيوية في حال حدوث أي طوارئ بها. الشبكة الوطنية وفرت فيها بنية تحتية للاتصالات من خلال عدد 2187 موقع أنشأناهم لصالح عشان يقدموا الخدمة من خلال الفرق الفنية والأطقم الفنية الخاصة بالشبكة. المواقع دي طبعا احنا موزعينها جغرافيا على الجمهورية بالكامل عشان توفر خدمات الاتصالات، وده تم التوزيع ده تم طبعا طبقا للكثافة السكانية والطبيعة الجغرافية لكل منطقة، وباستخدام احدث برامج تكنولوجيا الاتصالات اللي بنقدر نعمل بيها تخطيط للشبكات، وبالتالي الكلام ده كله هنعكس على المواطن، سواء لا قدر الله المواطن اللي بيحصل له حادثة على الطريق بتوصل له عربية الإسعاف في الوقت الصح، توصل له القوات وزارة الداخلية توصل له في الوقت المظبوط. مركز المحافظة دايما بيبقى فيه ممثلي جميع الجهات المعنية بالدولة، سواء كنجدة أو كهرباء أو إسعاف أو بترول وأيا كان نوع الخدمة، موجودين في قاعدة بيانات قدامهم في تواصل كامل ما بينه المركز وما بين عناصر وأطقمه الميدانية على الأرض. لو حصل أي طلب لخدمة عامة بيتوجه الطقم ولو زمن استجابة عشان نقدر نوصل بيها للمقاييس العالمية. من خلال المركز الإقليمي بيتم عمل محاضر تنسيق بين محافظة إسماعيلية وإقليم القناة وسيناء. من خلال المحاضر دي بيتم إتاحة نسبة دعم بتوصل ل 25% من إمكانيات كل محافظة وقت الأزمة، فبقدر إن أنا لو في أزمة في أي محافظة أقدم لهم إيه الدعم ده، سواء سيارات إسعاف، إطفاء، مستشفيات، معدات، أيا كان. المركز أتاح للمواطنين والعاملين في مرافق الدولة المختلفة سهولة التواصل مع ممثلي هذه المرافق من خلال بعض التطبيقات التي قدمها معرض الحلول والتطبيقات بالمركز كنماذج وضحت استطاعة قطاع النقل في تمكين أطقم التشغيل بالقطارات من التواصل مع غرفة التحكم المركزي في التشغيل أو الصيانة أو حالة الطوارئ، وبالمثل في قطاع الكهرباء الذي أتاح للمواطن سهولة التعرف على بعض الخدمات المقدمة وحل مشكلاته من خلال التنسيق والتواصل عبر نظام اتصالات مستقل بهذا المركز وربطه بمراكز السيطرة بالمحافظات. أي مشكلة أو أوقات الصيانة هو بيتواصل مع غرفة التحكم المركزي، وبيقدر بقى يتقوموا بقى التوجيهات للمختصين، سواء ان هم هيتواصلوا مع جهة خارجية في الدولة او هيتواصلوا فيما بينهم يعني عشان يقوموا بالخدمة، سواء انها بتخدم مشروعات وزارة النقل زي مشروع المونوريل او يقدم خدمة امنية مطلوبة. يعني احنا بنتعاون مع الشبكة الوطنية في مشروع العدادات الذكية. احنا من خلال الشبكة الوطنية بنقدر نبعت بيانات العدادات الذكية من خلال شرائح الاتصال المؤمنة التابعة للشبكة الوطنية على شركات التوزيع، ومنها البرنامج إدارة بيانات العدادات اللي هو موجود في المقر الرئيسي. البرنامج ده وظيفته إدارة بيانات العدادات. خلال الموقع الرسمي او الموبايل ابليكيشن المواطن يقدر يتابع استهلاكه لحظيا ويدفع الفواتير الخاصة به من خلال قنوات الدفع الإلكتروني وغيرها من الخدمات. دشنا عدد 23 غرفة عمليات مركزية وفرعية ابتداء من مركز دعم وتخصيص كهرباء في العاصمة الإدارية بالهيئة، ومرورا بمحافظات المنظومة بورسعيد والأقصر وإسماعيلية وجنوب سيناء. استقبلنا منذ التدشين عدد 186,445 حالة طوارئ منذ أبريل 2021 وحتى تاريخه. منظومة السلامة والطوارئ العامة تعد أحد أكبر المنظومات من نوعها في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتوفر تطبيقات لتبادل المعلومات والبيانات الخاصة للجهات الحكومية بشكل مؤمن من خلال شبكة اتصالات حديثة ومؤمنة بها أحدث تكنولوجيا الاتصالات. مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يعد خطوة هامة نحو التحول الرقمي وتعزيز السلام والأمان للمواطنين وتقديم خدمات الرعاية لهم، ليكون المركز بوابة حقيقية لمصر الرقمية. محمود جميل، التلفزيون المصري.
عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية خالد عباس. وأكد رئيس الوزراء أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعمل وفق منظومة متكاملة، مشددا على ضرورة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها وفق أعلى مستوى، مع مراعاة توفير مختلف الخدمات من أجل تيسير الانتقال الحكومي إلى العمل بشكل دائم ومستقر من الحي الحكومي. أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعلاقات الأخوة والتعاون التي تربط مصر وسيراليون، مؤكدا اهتمام مصر الدائم بتطوير وتعزيز علاقات التعاون مع أشقائنا من الدول الإفريقية. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء سفير سيراليون بالقاهرة صادق سيلة، الذي تطرق إلى بعض مقترحات التعاون مع مصر في المجال الزراعي، وكذا مقترحات زيادة حركة التبادل التجاري وتعزيز تواجد السلع المصرية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية في أسواق سيراليون. اختتمت فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي استمر على مدار 3 أيام. يهدف الملتقى لدعم المبادرات الصناعية بين الكيانات الصناعية والتجارية وخلق بيئة تحفيزية لتطوير الصناعات المحلية وتقليل الاستيراد. وشهد الملتقى في يومه الأخير 3 جلسات، وهي توطين وتعميق الصناعة المصرية إقليميا ودوليا نحو تنمية صناعية مستدامة. وفي الجلسة الختامية أكد وزير التجارة والصناعة دعم الرئيس السيسي لقطاع الصناعة في مصر، والتأكيد على أهمية النهوض بهذا القطاع. احنا وجودنا في المعرض النهاردة عشان القطاع الخاص بالنسبة لنا بيمثل شريك أساسي في تطوير المناهج بالنسبة للوزارة، وأيضا كمان أنه هو بيشارك معنا في اختبارات الدبلومات بالنسبة لطلبة التعليم الفني. صناعة المعدات ثقيلة، صناعة ثقيلة من الواضح، وفيها مكونات كتير وصناعات مغذية كتير، فده بيوسع قاعدة الصناعات المغذية والصناعات المكملة. في نفس الوقت ده طبعا هيوفر في الفاتورة الاستيرادية. في الفترة الأخيرة بعد ما قعدنا مع المبادرة ابدأ وتواصلنا مع المبادرة، تشجعنا ان احنا ناخد الخطوة اللي جاية ونبتدي تصنيع. عملنا تصنيع جزئي اللي هو اسمه سيمي نوك داون، وبعدين الفترة اللي جاية هنعمل التصنيع الكلي. انطلقت فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك العقبة 7، والذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والأردنية، وتستمر فعالياته حتى 9 نوفمبر القادم بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات البحر الأحمر. يشارك في التدريب عناصر من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الخاصة المصرية والأردنية، حيث تضمنت المرحلة الأولى من التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على الخبرات القتالية وتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة من الجانبين. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية. تتواصل الضربات الأمنية التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق من خلال مكافحة جرائم غش السلع وحجب السلع عن التداول بالأسواق. فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن من ضبط 79 طن دقيق وأرز أبيض قام مسؤول ومالك عدد من مخازن السلع الغذائية بالقاهرة والجيزة بتجميعها بهدف حجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء. كما تم ضبط قرابة 52 طن دقيق بلدي مدعم قام مسؤول عدد من المخابز البلدية بالقاهرة والجيزة ببيعها بالسوق السوداء، مستوليين بذلك على أموال الدعم المخصص لها. أجهزة وزارة الداخلية تمكنت من ضبط 3 مسؤولين عن محطات لتموين السيارات بالقاهرة والجيزة والأقصر لقيامهم بالاستيلاء على نحو 770,000 لتر مواد بترولية لبيعها بالسوق السوداء. كما أسفرت الحملات الأمنية للتصدي لجرائم حجب السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً عن ضبط 153 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت قرابة 200,000 عبوة سجائر
مختلفة الأنواع، ونجحت في ضبط المسؤول عن محل بدال تموني بالجيزة وبحوزته 5 أطنان سكر تموني معبأ داخل عبوات بها نقص في الأوزان. وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 10.5 أطنان أسمدة زراعية بمحل ومخزن للأسمدة الزراعية بالمنوفية والشرقية، تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء. وضبط 31 طن سكر بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالإسكندرية غير معلن عن أسعارها، بقصد بيعها بأزيد من سعرها المتداول وبأسعار السوق السوداء. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع السلع منتهية الصلاحية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 46 طن أسماك ولحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية وأسوان والإسكندرية. كما تمكنت من ضبط 83 طن ملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة حال طرحها للتداول بالأسواق بحوزة مسؤول مصنع لتعبئة ملح الطعام بالمنيا، وضبط قرابة 26 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية والشرقية والجيزة. كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط مسؤول مخزن بدون ترخيص تابع لمصنع للصناعات الدوائية بالقليوبية وبحوزته 59 طن مستلزمات إنتاج أدوية منتهية الصلاحية، وضبط أكثر من 11,000 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة بحوزة مسؤول محل لتجارة المستلزمات الطبية بالقاهرة. كما تتواصل جهود وزارة الداخلية في الحملات اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 559 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 212 طن. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 94 طن. كما تم ضبط 108 أطنان في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي، وتم ضبط 10 أطنان إسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء. أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 725 قضية، من بينها 144 قضية خبز ناقص للوزن و125 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. كما تم ضبط 26 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 213 طن في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير. تنطلق بالجزائر غدا القمة العربية 31 والتي تستمر لمدة 2 يوم. وعشية انطلاق القمة عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا مغلقا لمناقشة وثيقة إعلان الجزائر قبل رفعها إلى القادة. ويتضمن مشروع إعلان الجزائر كافة القضايا والمسائل التي تم طرحها خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة، فضلا عن التوافقات التي تمت حول مجمل القضايا سواء في الشق السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وكذلك الملفات المطروحة والتي تم مناقشتها واتخاذ بشأنها مشاريع قرارات. وللمزيد ينضم إلينا من الجزائر مراسل التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء، بعد التحية، ضعنا في آخر تفاصيل الاستعدادات للقمة العربية وما تم تناوله من ملفات لعرضها على القادة. نعم، منذ قليل كما أشار الخبر اختتم الوزراء وزراء الخارجية العرب اجتماعهم التشاوري الذي يأتي في أعقاب اجتماعات استمرت ليومين، اجتماعات تحضيرية لوزراء الخارجية العرب. في الاجتماع الذي انتهى منذ قليل وضع وزراء الخارجية العرب اللمسات النهائية على إعلان الجزائر وحل كل المشكلات الخلافية التي كانت تتعلق بصياغة بعض بنود هذا الإعلان ليصبح هناك توافقا تاما وبالإجماع
حول بنود إعلان الجزائر الذي من المقرر أن يرفع غدا إلى القادة والزعماء العرب المشاركين في الدورة العادية 31 لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة والرؤساء. بالمناسبة هي رابع قمة عربية تستضيفها الجزائر، أول هذه القمم كان في أعقاب حرب 73، والثانية كانت في 88، والثالثة كانت في 2005 عقب اختيار رئيس وزراء لبنان، وهذه هي الرابعة التي تأتي في وقت دقيق يتعرض أو يمر خلاله العالم العربي بالكثير من التحديات والأزمات. نتحدث عن أزمات تتعلق بإمدادات الغذاء والطاقة، الأزمة الاقتصادية العالمية، تداعيات حرب أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية في الشؤون العربية، القضية الفلسطينية، الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن. كل هذه القضايا والتحديات كانت مطروحة على مدار الخمسة أيام الماضية، بداية باجتماعات المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، مرورا باجتماعات كبار مسؤولين من المسؤولين العرب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابعين لجامعة الدول العربية، ومرورا أيضا باجتماعات وزراء الخارجية العرب على مدار يومين واليوم، انتهاءا باجتماعات القادة والرؤساء وزعماء العرب على مدار غد وبعد الغد للتوقيع على إعلان الجزائر في صورته النهائية للخروج بقمة، كما وصفها الأمين العام للدول جامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط بأنها قمة لم الشمل العربي. الأمين العام المساعد حسام زكي كان قد أكد خلال تصريحات مقتضبة أنه تم الاتفاق وبالإجماع على كل البنود التي وردت خلال الخمسة أيام الماضية والتي نظرها وبحث خلالها المسؤولين العرب على كافة المستويات كل التحديات والأزمات والقضايا الملحة التي تواجه الشعوب العربية. رياض المالكي وزير خارجية فلسطين أكد أيضا أن هذه القمة تهتم كثيرا بالقضية الفلسطينية لتعود القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية الأولى. في الاجتماعات التي انتهت أيضا اليوم تناقش وزراء الخارجية العرب على آليات إصلاح جامعة الدول العربية وبحث هذه الآليات في الفترة المقبلة تحديدا لمواجهة الأزمات فيما يتعلق بالأزمات على المستوى السياسي أو الأمني أو الاقتصادي أو الاجتماعي والثقافي، بالإضافة إلى أيضا سبل تطوير وتعزيز الشراكة العربية الأورو متوسطية خلال المرحلة المقبلة ودفع هذه الشراكة لأفاق أرحب بالنظر إلى التحديات التي تتعلق بالجانب الاقتصادي فيما يتعلق تحديدا بأمن الطاقة وأمن الغذاء على خلفية تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. في الواقع إعلان الجزائر أصبح جاهزا باختتام فعاليات اجتماعات وزراء الخارجية العرب. نعم على بالتأكيد سوف نتابع معك ما يستجد مع انطلاق القمة غدا. أشكرك على رشوة من الجزائر. مرحبا بكم مجددا في نشرة السادسة. والآن نتابع تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. أكدت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت أكثر من 50 صاروخ كروز في هجوم مكثف جديد على منشآت الطاقة في أوكرانيا. وقال سلاح الجو الأوكراني إن الصواريخ أطلقت بواسطة طائرات من شمال بحر قزوين ومنطقة روستوف الروسية. أعلن وزير البنية التحتية الأوكرانية أن 12 سفينة تحركت من موانئ أوكرانية بموجب مبادرة الحبوب من البحر الأسود. يأتي ذلك بعد إعلان الأمم المتحدة أن فرقا تابعة لها استأنفت تفتيش السفن بموجب الاتفاق. هذا وقالت الأمم المتحدة إنه تم الاتفاق على خطة لتحرك 16 سفينة، 12 منها تخرج من موانئ أوكرانية وأربع سفن تدخل إليها. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساعيه دائمة لاستمرار أنشطة مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب في أعقاب تعليق روسيا مشاركتها بالمبادرة. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة تواصل الأمانة العامة بالتعاون الوثيق في مركز التنسيق المشترك لإشراك جميع الممثلين لتقديم خيارات بشأن الخطوات التالية فيما يتعلق بعمليات مركز التنسيق المشترك وفقا للأهداف والأحكام المنصوص عليها في المبادرة. have reached alarming levels.
happens. The social fabric is being. هذا وقد حذر الكرملين من أنه سيكون من الخطير والصعب الاستمرار في تنفيذ الاتفاق بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية بدون موسكو، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه السفن مغادرة أوكرانيا. وحول إمكانية الاستمرار بتنفيذ الاتفاق بدون روسيا، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه في ظل الظروف التي تتحدث فيها روسيا عن استحالة ضمان سلامة الملاحة في هذه المناطق، يصعب تطبيق مثل هذا الاتفاق. قفزت العقود الآجلة للقمح بعد قرار روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب، وارتفعت أسعار القمح إلى 7.7%، كما زادت أسعار الذرة 2.8% وزيت فول الصويا 3%. قفز معدل التضخم في منطقة اليورو ليسجل مستوى قياسيا مرتفعا، وتسارع التضخم في 19 دولة في منطقة اليورو إلى 10.7% في أكتوبر. ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في الأشهر الثلاثة الماضية وسط ارتفاع أسعار الغاز لمستويات قياسية. وفي برلين أظهرت بيانات أن متوسط فاتورة الغاز المنزلي في ألمانيا زادت بنسبة 173% عن العام الماضي. وقالت بوابة أسعار الطاقة الألمانية إن متوسط سعر الغاز في أكتوبر بلغ 3726 يورو مقارنة بنحو 1356 يورو قبل عام. توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.6% خلال عام 2023. وبالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، فإن ارتفاع أسعار الخام وقوة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي يعوضان تأثير ارتفاع أسعار الغذاء. هذا ويقدر الصندوق أن تنمو اقتصادات الدول النفطية بنسبة 5.2% هذا العام. يترقب سكان كرواتيا التحول من العملة المحلية كونا إلى اليورو في الأول من يناير القادم، بعد أن سجلت البلاد معدل تضخم بلغ 13% في سبتمبر. ويعتبر محللون أن دول أوروبا الشرقية في الاتحاد الأوروبي والتي لديها عملات من خارج منطقة اليورو كانت أكثر عرضة لارتفاع التضخم. في وقت يتصاعد فيه التضخم في أوروبا وتهز رياح جيوسياسية التكتل، تأمل كرواتيا أن يجلب تحولها إلى اليورو بعض مظاهر الحماية في عالم تسوده حالة من عدم اليقين. في الأول من يناير المقبل ستودع كرواتيا عملتها كونا لتصبح العضو 20 في منطقة اليورو، وذلك بعد أن انضمت للاتحاد الأوروبي منذ نحو عقد. وفيما سجلت كرواتيا معدل تضخم سنوي بلغ قرابة 13% في سبتمبر، لم تنفك السلطات عن التحدث عن زي اعتماد اليورو للبلاد البالغ عدد سكانها 3.9 مليون نسمة. ومنذ يوليو شرع البنك المركزي الأوروبي في سياسة تشدد النقدي، فيما يحاول كبح جماح التضخم المتسارع الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء الذي سببته الأزمة الروسية الأوكرانية. ويرى محللون أن دول أوروبا الشرقية في الاتحاد الأوروبي التي لديها عملات من خارج منطقة اليورو مثل بولندا والمجر كانت أكثر عرضة لارتفاع التضخم. وكانت مجموعات معارضة يمينية ومحافظة احتجت على اعتماد العملة الجديدة قائلة إن الكونة تمثل رمزا مهما للهوية الوطنية، مشيرة إلى أن اليورو يفيد فقط دولا أكبر مثل ألمانيا وفرنسا. لكن محاولة أجريت العام الماضي لتنظيم الاستفتاء على مستوى البلاد للطعن في اعتماد اليورو باءت بالفشل. أعلن الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا في خطاب مصر أن بلاده تحتاج إلى السلام والوحدة، وشدد دا سيلفا على أنه ليس من مصلحة أحد أن يعيش في أمة مقسمة في حالة حرب دائمة، مشيرا إلى أن البرازيل عادت وأنها مستعدة لاستعادة مكانتها في مكافحة أزمة المناخ.
في أعقاب حملة انتخابية قسمت البلاد وشهدت استقطابا شديدا، عاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رسميا لرئاسة البرازيل بعد فوزه على الرئيس المنتهي ولايته جاير بولسينيرو في جولة الإعادة بالانتخابات. ووفقا للنتائج الرسمية انتخب الرئيس اليساري الأسبق الذي حكم البرازيل بين عامي 2003 و2010 بفوزه بفارق ضئيل على منافسه اليميني بنسبة 50.83% مقابل 49.17%. وفي خطاب النصر قال الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا إن بلاده تحتاج إلى السلام والوحدة، وشدد دا سيلفا على أنه ليس من مصلحة أحد أن يعيش في أمة مقسمة في حالة حرب دائمة، مشيرا إلى أن البرازيل عادت وأنها مستعدة لاستعادة مكانتها في مكافحة أزمة المناخ. وكان لولا أيقونة اليسار البالغ من العمر 77 عاما قد نفذ عقوبة بالسجن بتهمة الفساد 2018 إلى 2019 قبل أن يأمر القضاء بإخلاء سبيله. ومثل التصويت رفضا للشعبوية اليمينية لبولسينيرو الذي خرج من المقاعد الخلفية للكونغرس لتشكيل ائتلاف محافظ جديد، لكنه فقد الدعم بعد أن سجلت البرازيل واحدة من أسوأ حصيلة وفيات بسبب جائحة كورونا. وخلال حملته الانتخابية تعهد لولا بالعودة إلى النمو الاقتصادي الذي تقوده الدولة والسياسات الاجتماعية التي ساعدت في انتشال الملايين من براثن الفقر عندما حكم البرازيل. كما وعد الرئيس البرازيلي المنتخب بمكافحة تدمير غابات الأمازون الذي وصل الآن إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاما، وكذلك بذل الجهد في محادثات المناخ العالمية. أطلقت مؤسسة حياة كريمة سلسلة من الحوارات المجتمعية الموسعة لكافة فئات المواطنين في قرى الريف المصري. وبدأت سلسلة الحوارات بمحافظة البحيرة، حيث تم إجراء حوار مجتمعي حول مركز الدلنجات وفتح باب النقاش مع الحضور للخروج برؤى ومقترحات للمواطنين ليتم رفعها لمجلس أمناء الحوار الوطني. عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لقاء مع عدد من السيدات المعيلات تحت عنوان قضايا الحوار الوطني بمركز أبو حمص محافظة البحيرة. تستهدف الجلسة الاستماع إلى كل ما يشغل السيدات المعيلات من مشكلات وقضايا ومقترحات ورؤى عامة. وتناولت عددا من الموضوعات، منها فلسفة الحوار الوطني، محاوره وأهدافه، بالإضافة إلى أهمية مشاركة الجميع في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية. هذا وثمن الحضور حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على التفاعل مع المواطنين بكافة أطيافهم وإشراكهم في قضايا الحوار الوطني. نظمت مؤسسة حياة كريمة ندوة توعوية بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة لحث الطلاب على التطوع والتعريف بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة. شهدت الندوة تعريف الطلاب بالجهود التنموية المبذولة على الأرض، كما جاءت بالتزامن مع استجابة مؤسسة حياة كريمة لدعوة الحوار الوطني لمؤسسات المجتمع المدني لإجراء حوارات جماهيرية في كافة محافظات الجمهورية مع مختلف الفئات. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تكليف رائدات الريفيات بجمع بطاقات بعض الأسر لصرف منحة العمالة غير المنتظمة لهم. وأكد المركز أن كافة المنح والمساعدات التي تقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بوزارة القوى العاملة، ولا علاقة لها برائدات الريفيات. وشدد المركز على قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم المنح والمساعدات الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية من خلال برامج الحماية الاجتماعية. تواصل الدولة توفير كافة السلع الاستهلاكية بجانب توفير منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق الأخرى. ففي محافظة بني سويف تقوم الشركة المصرية لتجارة الجملة بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية لتوفير احتياجات المواطنين الذين عبروا عن شكرهم للدولة لتوفير هذه الاحتياجات.
أكدت مديرية تموين مطروح توافر أرصدة السلع التموينية بالمحافظة لمدة 3 أشهر، وذلك خلال متابعتها لتوافر السلع التموينية داخل المجمعات الاستهلاكية ومكاتب التموين. يأتي ذلك في إطار مراقبة الأسواق والمحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية لضبط أسعار السلع والاطمئنان على توافرها بكميات كافية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. عندي سكر او ورصيد السكر عندنا في المحافظه يكفي 3 شهور، عندي الزيت 2 شهر، عندي المكرونه 1 شهر، عندي الرز 2 شهر، والحمد لله جميع السلع متوفره في جميع المنافذ التموينيه باذن الله. وحتى خاطرنا معالي الوزير بضخ كميات من الرز للرز اللي هو الحر في الاماكن اللي في المجمعات الاستهلاكيه لحل اي مشكله لنقص الرز. والحمد لله احنا دلوقتي في المكان دلوقتي في عربية دلوقتي بتنزل مواد غذائية بعبارة عن سكر ورز ومكرونة، نازل دلوقتي 4 طن رز موجودين دلوقتي منزلينهم في المكان، عندي 32 طن سكر موجودين حاليا في المكان، عندي 14800 إزازة زيت، فإن شاء الله بكرة جميع السلع متوفرة. فالمشاهدين مع أهم أنباء المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع فاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا هبة حسين وشكرا إيمان منصور، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. تبدأ الحكومة غدا الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الموجودة في الجمارك، تهدف تلك الخطوة إلى تمكين المصانع المتوقفة من العودة إلى العمل، فضلا عن إتاحة السلع في الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار. أعلنت وزارة الزراعة الإفراج عن 183 ألف طن من الذرة وفول الصويا من الموانئ، وأكدت الوزارة أن الإفراج شمل 122 ألف طن من الذرة بقيمة 44 مليون دولار و61 ألف طن من فول الصويا بقيمة 42 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 8 ملايين دولار. نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعا موسعا لمناقشة سبل جذب الاستثمارات القطرية إلى مصر. أشار الرئيس التنفيذي للهيئة المستشار محمد عبد الوهاب خلال لقائه وفد رابطة رجال الأعمال القطريين إلى أن نجاح الشركات القطرية العاملة بمصر واستدامة عملها يمثل عاملا أساسيا لتحفيز المزيد من الشركات القطرية للاستثمار في مصر. تشارك مصر بمؤتمر ومعرض أبو ظبي الدولي لبترول أدبك 2022 المعقد بالإمارات. أكد وزير البترول طارق الملا أن مصر لديها خطة طموحة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 40% بحلول عام 2030، مضيفا أن مصر تتعاون مع شركائها العالميين في مشروعات لخفض الانبعاثات الكربونية من صناعة البترول والغاز، لافتا إلى أن قمة كوب 27 بشرم الشيخ ستشهد لأول مرة في تاريخها تخصيص يوم لخفض الكربون. شهد وزير الكهرباء محمد شاكر إطلاق إشارة بدء أعمال مشروع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح لتطوير وتشغيل مزرعة رياح بقدرة تصل إلى 500 ميجاوات في رأس غارب. يبلغ حجم استثمارات المشروع نحو 680 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من بناء مزرعة الرياح في غضون 32 شهرا، على أن تنتهي المرحلة الأولى منها خلال 24 شهرا. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات آخر جلسات شهر أكتوبر بارتفاع جماعي للمؤشرات وسط مشتريات أجنبية. ارتفع رأس المال السوقي بنحو 13 مليار و400 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 764 مليارا و749
مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند 11100 نقطة ليرتفع بنسبة 2.45%، ويغلق عند مستوى 11372 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2231 نقطة ليرتفع بنسبة 91%، مغلقا عند مستوى 2251 نقطة. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3236 نقطة ليرتفع بنسبة 0.19%، ويغلق عند مستوى 3275 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات. أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 24 جنيه و7 قروش للشراء و24 جنيه و17 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر اليورو، وصل سعره إلى 23 جنيه و88 قرشا للشراء و23 جنيه و99 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني، وصل سعره إلى 27 جنيه و75 قرشا للشراء و27 جنيه و87 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 6 جنيهات و55 قرشا للشراء و6 جنيهات و58 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 6 جنيهات و40 قرشا للشراء و6 جنيهات و43 قرشا للبيع. رفعت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط في المدى المتوسط والأطول، وأشارت أوبك إلى أن استثمارات تبلغ 12 تريليون و100 مليار دولار مطلوبة حتى عام 2045 للوفاء بهذا الطلب، رغم مساعي التحول لمصادر طاقة نظيفة. تتوقع أوبك أن يبلغ متوسط الطلب العالمي نحو 108 ملايين و300 ألف برميل يوميا بحلول عام 2030. مشاهدينا، انتهت هذه الجولة الاقتصادية. عودة مرة أخرى لهبة وإيمان لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا جزيلا لك فاطمة. ولم يتبقى لنا في نشراتنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس السيسي يهنئ لولا دا سيلفا بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للبرازيل، ويدعوه للمشاركة بقمة المناخ المرتقبة في شرم الشيخ. الرئيس السيسي يفتتح مركز تحكم الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة، ويعلن إنشاء مراكز فرعية بجميع المحافظات. قبيل ساعات من انطلاق القمة العربية، وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا تشاوريا حول إعلان الجزائر. ختام نشرة السادسة أتتكم من التلفزيون المصرية. شكرا لكم وإلى اللقاء.